السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ كيف بقيتو؟ مزيان، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. البنات سمحوا لي غبرت عليكم، ولكن غير مع الخدمه وراكم عارفين اللي كاين. توحشتكم بزاف، توحشت نحط لكم الجديد ديالي. المهم البنات، هذا واحد الفيديو جديد معاكم عاوتاني في واحد القاعه خارج فاس. قاعتها هي زوينه ومتوله وعرس زوين. نتمنى يعجبكم، ونتمنى يعجبكم الفيديوهات ديالي، وتابوناو معايا وتبارطاجيو القناه ديالي مع لي زامي ديالكم. ونتمنى نكون خفيفه بزاف بزاف على قلبكم، وما تنساوش ديما لايك 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 باش يوصلكم الجديد. المهم البنات، هانتوما خليكم معايا تشاهدوا معايا الحفله ان شاء الله في القاعه اللي قلت لكم اللي خارج فاس. يلاه البنات، نخليكم فرجه ممتعه. هانتوما البنات، كيما شفتوا معايا انا وصلت دابا للقاعه، ودابا ان شاء الله انا غادي ندخل باش نبدا الحنينه ديالي للعروسه ديالي، الله يكمل ليها بالخير. يلاه البنات، خليكم معايا. هانتوما البنات، كما شفتوا معانا سال العرس ديالنا وسالت الحنينه ديالنا، هما العرس مازال خدام وكلشي داز زوين، كلشي داز غزال. الله يكمل عليها بالخير والعقبه للبنات كاملين اللي مازالين بلا زواج. شكرا البنات بزاف بزاف على المتابعه ديالكم، وملقانا ان شاء الله في فيديو جديد. يلا بسلامه.